من أروع الحاجات إن أنت تبقى بتحاور حد أنت حابب نجاحه وحابب قصة كفاحه وشايف إن هو شخص عصامي وموهبته جبارة، ويمكن الموهبة دي توجد بأنها الفنانة الحاصلة على جائزة أحسن ممثلة في الدورة 16 من مهرجان المسرح المصري اللي كان موجود يوم الاثنين اللي فات، يعني بعد أسبوع أو قبل أسبوع من النهاردة كانت فاطمة على المسرح بتاخد جائزتها أحسن ممثلة. هي بتمثل، هي بتغني، وهي يعني بدأت من الصفر في عالم الفن، كافحت بمجهود شخصي سنين وسنين، وهي دلوقتي بتحصد ثمار تعب سنين طويلة ومشوار فني ما كانش سهل أبدا، لكن في مرحلة بتكون النتيجة تستحق كل التعب. ست صدقت نفسها وطموحها وموهبتها وما استسلمتش رغم صعوبة الاستمرار في لحظات كتيرة جدا جدا، الحياة صعبة جدا، لكنها تفضل تكافح وتكافح وما زالت تكافح وتتوج دائما بالأحسن. والجميلة كده شايفينها قاعدة هادية كده، بس هي غول تمثيل على المسرح وفي الشاشة، بس مظلومة في الشاشة، بس يعني اتنصفتي في المسرح. فاطمة ألف مبروك. يا مش عارفة أقول لك إيه، أنا هعيط خلاص من كل ميرسي ليكي والفريق البرنامج على التقديمة الحلوة دي، مش عارفة أقول لك إيه، بصي إيدي عرقت. لا أنت تستاهلي كل خير. قولي لي وقت سماعك خبر إن أنت أحسن ممثلة. كالعادة وداني بتصفر. يعني يعني أول ما بيتقال جائزة أحسن ممثلة، قبل ما بيقولوا الاسم بتيجي صفارة كده في وداني، بفصل عن العالم خالص، وضغطي بيعلى جدا، وما بفوقش غير لما الاقي اللي حواليا بيزقوني ويقولوا لي اطلعي اسمك اتقال. ده في كل مرة، يعني أول مرة عشان الفنان أحمد ماهر قال لي ما تقومي يا ماما بيقولوا اسمك، فببقى دي خامس مرة تاخدي فيها أحسن ممثلة على المستوى المحلي والدولي، دي خامس جايزة كبيرة، على مستوى مصر دي ثالث جايزة كبيرة. انت خدتي عن دور ست وحيدة عفى عليها الزمن في مسرحية كانت روح، روح مطربة، كانت مطربة اوبرا كانت المسرحية دي كانت حلوة قوي. انا شفتها اكتر من مرة وكنت مستمتعة جدا جدا. انت ولبنى وانس تستاهلوا كل خير، واحلى دويتو فني وانساني. طبعا بنمسي عليها وعندك دور في الطور السويرة في مهرجان ايام قرطاج، ومهرجان الهيئة العربية للمسرح، ومهرجان أمير الشارقة الشيخ سلطان القسامي، وكل ده حصل على الجائزة الأولى. طيب المسرحية بتاع سيب نفسك، أنت بتتكلمي عن عاملة نظافة وعن حياتها ومشكلاتها، اللي هي ممكن تمثل كل نوعيات كتير مش بس عاملة كل نظافة، كل ست مطحونة في مصر ومكافحة. الحقيقة أنا بشتغل في أكاديمية الفنون، فأنا طول الوقت عندي عاملات نظافة كتير قوي حواليا، عندي قصص كتير جدا. يمكن أنا ماسكة مع دكتور غادة جبارة مناهضة العنف ضد المرأة في المجلس القومي للمرأة، فبيجيلي قصص، بيجولي يحكولي. فالحقيقة عوالم مرعبة جدا ومليانة أحلام وطموحات مكسورة ونفسيات تعيسة، ولكن عندهم دايما أمل، كانوا دايما يعني الابتسامة على وشهم. أثارتني الشخصية جدا، وكنت بطلب من الدكتور جمال ياقوت طول الوقت نعمل حاجة في السكة دي، لغاية لما هو يعني عثر على نص الكنلاسة أو عاملة النظافة. هو نص أسباني لعاملة نظافة بتمنع واحد من الانتحار عشان هينزل يبهدلها الشارع، هي لسه مخلصة، فبتقول له انتحر في أي حتة تانية والنبي روح موت نفسك بعيد، عشان أنا انت لو وقعت دلوقتي هبدأ أنا شغل من جديد، انت يرضيك وأنا لسه مخلصة قطة بقالي 4 ساعات والنبي، وهي حاجزة بلوزة ودي كل احلامها وعايزه تلحق البلوزه اللي هيبيعوها لحد، واقنعت المحل بالعافيه يحجزوها. فانت لو نطيت دلوقتي هتضيع كل احلامك. طيب.